السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قارئنا لهذا اليوم وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد رفعت الذي اهتم به والده كثيرا وكان مأمورا لقسم الخليفة وبعد أن أصيب بهذا الشيخ الصغير بالعمى وابتلي بالعمى منذ طفولته وهو في سن الثانية من عمره ألحقه والده بكتاب الشيخ محمد البغدادي ثم ألحقه والده مرة أخرى بكتاب آخر كان مشهورا جدا في ذلك الوقت اسمه كتاب بشتك، أقولها مرة تانية كتاب بشتك بضرب الجماميز بالسيدة زينب بالقاهرة في جمهورية مصر العربية، وأظهر هذا الطفل الصغير الحقيقة موهبة كبيرة جدا في هذا الكتاب الملحق بمسجد معروف دلوقتي، وأنا رحت هذا المسجد وصورت فيه واسمه مسجد مصطفى فاضل باشا، كان هذا الكتاب ملحق به وكتاب بشتك، ودي كلها على فكرة مسميات عثمانية تركية، وأظهر نبوغا في هذا حتى أنه أكمل حفظ القرآن الكريم قبل أن يصل إلى سن العاشرة، قبلها بكتير يعني كمان حفظ القرآن الكريم، وتوفي أبوه وعمره 9 سنوات فقط. سبحان الله، وجد هذا الطفل الصغير نفسه مسؤولا عن أسرة كبيرة، فيعني من قدر الله سبحانه وتعالى أن الناس أحبوه كثيرا. أترك حضراتكم مع هذه التلاوة العطرة المباركة من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد رفعت.
صدق الله.